بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلاة دائمة زكية طاهرة لا تنقطع إلى يوم. أما بعد، فمن مقاصد الصيام التيسير. بعض الناس حين يسمع هذا المعنى يقول: كيف يكون الصيام وهو الحرمان من الطعام والشراب والشهوة من الفجر إلى المغرب يكون تيسيرا وهو في ذاته صعب ومشقة على الناس؟ لكن أنا أقول لحضراتكم إن الصيام في ذاته من التيسير. ومن تأمل كتاب الله عز وجل، هذا الكتاب الخاتم الدستور الإلهي للأمة بل للبشرية كلها إلى قيام الساعة، عرف أن الصيام في ذاته من اليسر. منذ أن تقرأ من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم تكمل آيات الصيام أياما معدودات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وإذا سألك عبادي عني أحل لكم ليلة الصيام، هذه آيات الصيام كلها. تقرأ من بين آيات الصيام عبارة قرآنية تكررت مرتين، يقول فيها رب العالمين: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فكأن الصيام في ذاته يسر، وكأن التدرج في تنفيذ هذه العبادة أيضا من اليسر. فهذا المعنى وهذا الملمح الديني الشرعي، مسألة التيسير في أمور الناس وعباداتهم، ملمح أصيل في ديننا. لذلك كثيرا ما نسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، هكذا بالتأكيد، إن، وهذه إن مؤكدة، إن الدين يسر. والعجيب أن الله عز وجل أجرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هذه البلاغة، فلم يقل إن الدين موصوف بأنه يسر، بل قال إن الدين في ذاته يسر. هذا الملمح هو الذي فطن له الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله حين قال: الدين في ذاته يسر وليس موصوفا باليسر. يعني كأنه ليس هذه اليسرية أو هذا التيسير ليس أمرا زائدا على الدين، بل الدين في ذاته هو اليسر. ومن تأمل كتاب الله عز وجل وآيات القرآن وكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف أن الشريعة بكل ما فيها يسيرة وسهلة ومقدور عليها. قال الله عز وجل كما في القرآن: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله عز وجل في كثير من الأوامر: لا يكلف الله مثلا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. من عجيب ما قال الله عز وجل في القرآن أنه قال: إن مع العسر يسرا، لم يقل إن بعد العسر يسرا، لا، بل كل عسر متصور نزل مقرونا بالتيسير. يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يعني العسر مقرون بالتيسير، لم يأتي التيسير متأخرا أو بعد مدة، إنما هو مقرون معه. فمهما بدا لك أو مهما صور لك إنسان أو صور لك فهمك أن في عبادة من العبادات مشقة، فهذا أمر مغلوط، بل العبادات كلها ميسورة وسهلة. العبادات والتكاليف والشعائر كلها سهلة ميسورة. تأمل مثلا من أراد الله عز وجل منه أن يتوضأ للعبادة فلم يجد الماء، ماذا يفعل؟ سهلة ميسورة، يتيمم. طيب، من طلب الله عز وجل وكلفه بالصلاة ولم يستطع أن يصلي قائما، سهلة ميسورة، يصلي قاعدا. من لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه، إذن سهلة وميسورة. من كلفه الله عز وجل بالصيام فلم يستطع الصيام، لا بأس، عليه أن يفطر ويكفر إن كان مرضه لا يتحمل، وأفتى بذلك طبيب أمين. إذن عباداتنا كلها مبنية على التيسير، مبنية على التخفيف، مبنية على السهولة، وليس فيها هذه الرهبانية التي ابتدعها قوم ما كتبها الله عز وجل عليهم، ليس فيها عنت، ليس فيها مشقة. بل قال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني الله عز وجل لا يريد من العباد أن يعذبوا أنفسهم. ولذلك لما جاء ثلاثة إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته وأخبروا بعبادته بصلاته وصيامه وصدقته وبره، كأنهم تقالوها، يعني قالوا: هي قليلة، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن لابد أن نتقدم أو نقدم من أنفسنا لله عز وجل ما هو أكبر وما هو أبلغ، لأننا أصحاب ذنوب وهو معصوم. فبدأ كل إنسان من هؤلاء الثلاثة يقترح عملا من تلقاء نفسه، من عندياته هو. فقال أحدهم: أنا أقوم الليل لا أرقد. وقال الثاني: وأنا أصوم لا أفطر.
وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. ظنوا بذلك، ظنوا بهذه الأعمال التي اقترحوها من أنفسهم أنهم سيرضون الله عز وجل، لكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم قال لهم: أما أنا فأصوم وأفطر، هذا من التيسير، وأصلي وأرقد، وهذا من التيسير، ما قيل لك قم طوال الليل وأتأخر عن عملك وأهمل الدنيا، وأتزوج النساء يستجيب لحاجات جسدي. قال ثم عبر وختم بهذه العبارة الطيبة: فهذه سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. فالتيسير أصل وركن ركين في ديننا، ولا يمكن لإنسان عاقل أبدا أن يقول إن الدين صعب، بل قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، إن الدين سهل، إن الدين كله جمال وكله محبة، وليس فيه عنت وليس فيه مشقة. حدث في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ذهب إلى الحج فأجبر نفسه أو اقترح من نفسه أن يحج ماشيا ولا يركب، وألا يقف في الظل، ظنا منه أن ذلك يرضي الله عز وجل. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل، قالوا: يا رسول الله نذر أن يمشي ولا يركب وأن يقف في الشمس ولا يستظل. قال نبينا: مروه فليركب ومروه فليستظل، فإن الله عز وجل عن تعذيب صاحبكم نفسه لغني. يعني الله عز وجل لا يريد تعذيبنا أبدا، بل قال الله عز وجل في إعلان صريح: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فالله عز وجل بشرعه وبدينه وبكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ندب لعباده وطلب من عباده التيسير والسهولة والمرونة واليسر والسماحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الفهم وحسن التطبيق وحسن العمل. كل عام أنتم بخير.